الخيل خير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. من زمان الخيل بالنسبة لنا بتجسد القوة، القرار والأصالة، وطول عمرنا كمصريين الحصان معانا كتف في كتف من أول تاريخنا، وفضل الحصان يتجسد قدامنا منه معاني كتير في مجتمعنا وفي عاداتنا. ببساطة كده احنا كمصريين بنحب تربية الخيول وركوبها، وحتى بنحب نتفرج عليها. ورسولنا الكريم قال صلى الله عليه وسلم زي ما بدأنا كلامنا: الخيل خير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. اللهم اجعل لي خير ما في هذا الخيل. أسد العقيد، وحشني. يا سقا فينك؟ وحشني جدا والله. بص، أنا نفسي أعمل حاجة للفروسية في مصر، حاسس إني ممكن أضيف. لما يبقى عندك وقت تكلمني. سقا أنت فين؟ أنا دلوقتي على كوبري تحت مصر. طب تعالى على العاصمة الإدارية. هوا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا سيادة العقيد. كان لازم اجيبك تتفرج، مهما حكيت لك مش هتصدق. يلا. الحقيقة لما جيت شفت مستقبل بيطور من اولادنا الفرسان اللي بيمثلوا مصر، وبيحمس أي حد هاوي إنه يشارك في رياضة الفروسية ويحترفها. نادي الفروسية ببدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية صرح بيضم أكتر من 190 مكان لإيواء الخيول، وأرض كبيرة لقفز الموانع، وأراضي كتير للإحماء وطلق الخيول. وأحلى حاجة في المكان إن تم بناؤه بأيادي شركات مصرية كبيرة، وكل ده داخل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية اللي بتضم استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية. اشتغلت شركة جامعة على المشروع 3 سنين. لما كلفتنا القوات المسلحة بالمشروع قالوا لنا المشروع ده انتوا هتعملوا له التصميم والإنشاء كامل بشركات مصرية علشان نعرف نعمل عليه بطولة أولمبيك جيمز. على بعد أمتار من مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية هتلاقي سور. السور ده جواه تحفة هندسية مرسومة، محطة الزهراء الجديدة للخيول العربية المصرية اللي فيها أكتر من 950 مكان لإيواء الخيول، مستشفى بيطري عالمي، فندق مجهز بغرف على أعلى مستوى، وخدمات تانية كتير جدا. وده يعد إنجاز كبير لإحياء والحفاظ على تراثنا وإعادة تنمية مجال تربية الخيول العربية المصرية اللي بيرجع تاريخنا فيها لأكثر من 1000 سنة، وخلت الحصان العربي المصري متصدر أعلى الأرقام القياسية والقيم المالية في العالم. أما عن نادي الكيان فحدث ولا حرج، فهو نادي فروسية على مساحة 140 فدان، وفي نشاطات اجتماعية ورياضية كتير زي ملاعب تنس وكرة قدم. انا كنت فاكر نفسي كده ساعد. ده انا لسه هخرجك مشروع كان حلم كبير بالنسبه لنا، وهيبقى طفره في عالم الفروسيه، وان شاء الله يفتتح قريبا. ان شاء الله باذن الله. ما
مدينة الخيول العالمية مرابط مصر، أول مدينة سكنية لرواد الفروسية في مصر والشرق الأوسط، والتي تتميز بموقع استراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة تبلغ 1520 فداناً. وتقدم مدينة مرابط لرواد الفروسية تجربة فريدة من وحدات سكنية متميزة ومولات تجارية ومناطق إدارية ومستشفى طبي، إلى جانب ملاعب وأندية لمسابقات الخيول وإسطبلات مجهزة بأحدث التجهيزات ومدرسة متخصصة لتعليم الفروسية، مما يجعل مدينة مرابط المقصد المثالي لرواد الفروسية عالمياً. جمهوريتنا الجديدة حلم وتحقق على أرض الواقع وبمعايير عالمية جاهزة ومرحبة لاستضافة جميع الأحداث الرياضية العالمية. يعني الحلم بقى حقيقة، كل اللي ناقص إنك تيجي البطولة العربية العسكرية، بداية وانطلاقة عظيمة بتحط مصر على خريطة الفروسية الرياضية العالمية بمشاركة إخواتنا من الدول العربية الشقيقة. طبعا من هنا التاريخ هيكتب حكاية جديدة تماما، حكاية الفروسية في مصر. تحيا جمهورية مصر العربية.